قنابل مسيلة للدموع كانت في استقبال حشود المتظاهرين، وأدى هذا إلى إصابة عدد منهم بحالات الاختناق ووقوع البعض على الأرض نتيجة التدافع. هذا هو المشهد في مركز مدينة السليمانية التي لبت دعوة نشطاء للتظاهر تضامناً مع المدن والبلدات الأخرى في المدينة. وأكدت مصادر في صفوف المتظاهرين اعتقال عدد من هؤلاء النشطاء قبل انطلاق التظاهرة. كما ترون مع كل الأسف هناك قوات أمنية بكافة أنواعها مدججة، وقد تم اعتقال بعض من النشطاء، وهناك ضغط كثيف ونوع من التهديد. والمتظاهرين كما تعرف ويعرف كل الشارع السياسي مطالباتنا مطالبات آنية ومشروعة من أجل وضع حد لهذه المعاناة للمواطن الموظف والكاسب. المتظاهرون الذين تجمعوا أمام مبنى مجلس المحافظة وصلوا فرادا خوفا من اعتقالهم في الطريق بسبب الانتشار الأمني المكثف، وطالبوا في هتافاتهم بالحرية ومعاقبة المفسدين وسراق المال العام. اليوم نحن هنا للمطالبة بحقوقنا ولإيصال صوتنا إلى المسؤولين في الإقليم وفي بغداد أيضا، ونطالب بحقوقنا المشروعة ونقول لهم كفى سرقة. نحن نحاول من أجل تقليل هذا، وإذا هم اعتدوا علينا فهذا هي القوات الأمنية وهذه هي السلطات التي تحكم القوات الأمنية اللي باعتداء علينا. وفي أطراف مبنى مجلس المحافظة انتشرت مدرعات وقوات مكافحة الإرهاب لمنع المتظاهرين من الوصول إليها، فيما منعت القوات الأمنية وصول نواب من حركة التغيير إلى مركز مدينة السليمانية للمشاركة في هذه التظاهرات. تأتي هذه التظاهرات في وقت ما يزال الوفد الكردي الحكومي يجري مفاوضات في بغداد مع الحكومة المركزية للوصول إلى اتفاق بشأن المستحقات المالية للإقليم، ولكي تتمكن الحكومة من دفع رواتب موظفي القطاع العام المتأخرة منذ شهور. عبد الحميد زباري، الحرة، السليمانية.